بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، نتواصل معاكم ونحن دائما في تواصل جميل مع هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة هنا على أرضية هذا الميدان. ومنذ لحظات أعلنت اللجنة مشكورة عن انطلاقة شوط جديد وشوط شوطنا 17 قبل الأخير الذي انطلق منذ هذه اللحظات الجميلة، منذ هذه اللحظات المميزة. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس. المركز الأول الياسي، في المركز الأول سعادة سيف بن أحمد بن محمد القبيسي، يا سلام الشعار الذي تألق مع انطلاقات سن اللقاء. نتمنى التوفيق يا القبيسي. النقل على المركز الثاني للزامة، عبد الله بن علي بن حميد الرزي الشامسي، ولا نعم عبد الله بن علي بن خميس بن مرخان للشبي. تمنى لك التوفيق يا بن مرخان. نقلتنا على المركز الثالث الضبي راشد بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري. وفي المركز الرابع، بينما اللي في المركز الرابع مستمعينا الاعزاء شعار جبارة احمد بن راشد بن سويدان بن عضير بن اشتبي مع حشمة. وفي المركز الخامس هناك اللي هي من حاف حمدان بن حمد بن الضعيف بن غدي اشتبي. وفي المركز السادس اللي في المركز السادس اللي هي هدوء لعبد الله بن حميد ونيل المدهوشي. وفي المركز السابع من الجانب الاخر ما شاء الله تبارك الرحمن منو لمعضد بن سيف بن معضد المشغوني. وفي المركز الثامن اللي في المركز الثامن هناك شرود خالد بن مر بن حلوة الشبي شعار هملول، شعار التوقيت الأفضل حتى هذه اللحظات 6 دقائق ثانية. نتمنى لك التوفيق يا بن حلوة، ونتمنى نقطة جميلة ثمينة هنا في هذا الانطلاق الجميل، هذا الانطلاق المميز. المركز التاسع اللي في المركز التاسع أيها الإخوة هنا اللي هي فلك سيف بن عبد الله بن غرير الشبي. وفي المركز العاشر سلهودة للسيد محمد سلطان حرفش الهاشمي. هكذا كانت هي النتيجة مستمعينا الأعزاء، جمهورنا الكريم، حضورنا المميز، المتابع الدائم لهذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة. يا سلام يا المشغوني، يا سلام يا القبيسي، يا سلام يا بن مرخان، يا سلام يا من الكل ما شاء الله الحميري، يا سلام الكل حاضر. الياسية سعادة سيف بن أحمد بن محمد القبيسي، القبيسي القبيسي ولزامة، أيضا عبد الله بن علي بن خميس بن مرخان لجتبي حاضر مع لزامة في انطلاقاتها الجميلة، انطلاقاتها المميزة. انتقل وياكم إلى المركز الثالث، هناك راشد بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري أيضا يقدم الضبي. وفي المركز الرابع اللي في المركز الرابع على مضان هدوء عبد الله بن حميد وني المدهوشي. وفي المركز الخامس اللي في المركز الخامس حمدان حمد ضعيف بن اغدير للشبي أيضا يقدم من حاف. وسادس المراكز أيضا هناك حشمة أحمد بن راشد سويدان بن حضيرم. وفي المركز السابع اللي هي منوال السيد معضد بن سيب بن معضد المشغوني. هكذا كانت النتيجة. الله شوف شوف هناك السرعة بدأت تزيد، أظني الأوامر بدأت تأتي مبكرا، السرعة بدأت تزيد، السرعة بدأت تزيد، والأمور حتى هذه اللحظات في خطر، الأمور حتى هذه اللحظات في خطر ما شاء الله تبارك. لزامة غيرت، لزامة غيرت عبد الله بن علي بن خميس بن مرخان الاجسبي ما شاء الله تبارك الرحمن. ولكن الياسية الياسية هناك من الجانب الآخر سعادة سيف بن أحمد بن محمد القبيسي. لمن هذا الشوط؟
لمن هذا الشوط؟ لمن هذا الناموس؟ لمن هذا الاختيار الجميل؟ اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، اللحظات المميزة هنا بأرضية هذا الميدان، والكل اقترب من الناموس، الكل اقترب من الناموس، الكل اقترب من الناموس، ولكن الياسية، الياسية، الياسية هي الأقرب حتى هذه اللحظات. هدوء التي اقتربت السيد عبد الله بن حميد أو ني المدهوشي، هكذا كانت هي النتيجة أيها الإخوة. من حاف يا من حاف يا من حاف، الله يا مرغم 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 مرغم، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن، حمدان 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 مرغم، حمدان النواميس، حمدان من حاف، حمدان بن حمد بن الضعيف بن حمد بن اغدير للسبي، سلام سلام حمداني سلام. المركز الثاني لأحمد بن راشد بن سويدان، المركز الثالث أيها الإخوة هناك للسيد عبد الله حميد وني المدهوشي، المركز الرابع اللي في المركز الرابع خالد مر بن حلوة للسبي، المركز الخامس عبد الله بن علي بن خميس مرخان. 6:09 20 جزء من الثانية، تهانينا والناموس حقيقة لمالك 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 من حاف، حمدان بن حمد بن الضعيف بن اغدير الاجتبي، وسلام مرغم بقول سلام، تهانينا والناموس.